The following program is sponsored by friends and partners of Jensen Franklin Media Ministries. When God, this, this is how, how I fight my back. I can worry, I can be afraid, or I can lift my hands. This, this is, is how, how I fight my back. سقف بايديك وقدم للرب التسبيح مبارك الله باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليسبح اسمه القدوس نحبك يا رب نعم بالفعل نحبك ابتسم اللي جنبك وتفضل استريح عاوزكم تفتحوا معايا بسرعه لسفر صموئيل الاول اصحاح 16 فقال الرب لصموئيل حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن يملك على إسرائيل املأ قرنك دهنا وتعالى أرسلك إلى يسى البيت لحمي لأني قد رأيت لي في بنيه ملكا كان سموئيل نائحا لأن شاول الذي مسحه هو قد سقط في خطيئة كبيرة والآن قد رفض من الله وقد أزاحه الرب ومات في أرض المعركة بدون نعمة وبركة من الرب والآن صموئيل يبكي وينوح وأعتقد أن يوجد درس قوي في هذا النص في بعض الأوقات يكون علينا فيها أن نوح وأن نبكي وعلينا أن نتألم بدموع البكاء التي تعبر عن انكسار قلوبنا أو على انكسار شيء، نحن لا نعيش في إنكار والحياة قد تجلب علينا ما يكسرنا أو يحطمنا. ولكننا أيضا نريد أن نذكر أنفسنا أنه كما أن هناك وقت للبكاء فأنه أيضا هناك وقت فيه يقول الله أن خطتي في حياتك لن يكون هدفها ابدا ان اتركك في حزن دائم ان تحزن وتكتئب وتبكي بقيه حياتك بغض النظر عما حدث لك قال الرب لصموئيل املا قرنك دهنا ويقول ايضا لاني قد رايت قد رايت لي كل شيء قد خسرته وانت حزين عليه اريدك ان تعلم انني بالفعل قد اعددت لك شيء في المستقبل أنا بالفعل عملت حسابه، وبالفعل جهزته، بالفعل فتحت الباب، والذي أمامك أكثر من الذي خلفك. لا يصلح أن تعيش وتنوح على أخطاء الماضي، بينما أنا عندي خطة عظيمة قد أعددتها لك، وكان يجب أن تمر بكل هذا لتصل إلى حيث أنت الآن. كلمة القرن في الكتاب المقدس بيقول له إملأ قرنك دهنا، القرن في الكتاب المقدس يمثل القوة. إذا قرأت في بعض نبوات العهد القديم سوف تجد أن النبي يرى رؤى وقد يرى قرن، وأيضا في سفر الرؤيا يذكر هذه الأمور وهي رموز وظلال قرون الوحش تمثل القوة. والقرون التي استخدمت في العهد القديم مثل قرون الحمل استخدمت وقد امر الله ان فيها يحمل انبياء العهد القديم دهن المسحه وذلك لان المسحه قويه وكان يحفظ النبي الزيت في القرن لانه قوي اراد ان يؤكد على هذا انه عندما تمسح احد بالزيت لا اريدك ان تفعل هذا بطريقه روتينيه ولكني اريدك ان تفعل هذا وانت تفهم أن ما تفعله هو شيء قوي. قوة المسحة كانت حقيقية جدا في حياة أليشا حتى بعد موته، إذ عندما لمس جسده جسد شخص ميت، يقول الكتاب أنه كان عندما لمسه جسد هذا الشخص الميت ووصل إلى جسد أليشا أنه قام من الموت. كانت المسحة قوية في حياة سمعان بطرس، إذ كانوا يضعون المرضى في الشوارع أمامه وعندما يمر كان ظله يقع عليهم فيشفون كانت قوية في حياة موسى حتى أنهم وضعوا على وجهه برقعا لأنه كان يلمع بالمسحة كانت قوية جدا في حياة الرسول بولس في سفر الأعمال ويقول الكتاب أنه بعد ما وعظ كانوا يأخذون ملابسهم ويقصونها ويرسلونها لبعض الناس الذين عليهم أرواح أو المرضى وعندما يضعون هذه الملابس عليهم كانوا يشفون لأن المسيح كان يشفيهم بعض الناس يقولون أن المرأة نزفت الدم لمست جسد يسوع ولكنها لم تلمس جسد يسوع لكنها لمست طرف ثيابه لم تلمس جسد يسوع ولكنها لمست شيء كان يلمس جسد يسوع ولو أنت مش قادر تلمس يسوع ولكنك تقدر تكون حوالين حد هو بيقدر يلمس يسوع المسح بهذه القوة أنه إذا كنت انت لا تستطيع ان تلمسه يمكنك ان تلمس شخص قد لمسه عشان كده كويس انك هنا النهارده لانك حوالين ناس بيصلوا كانوا يدهنون الشخص بالزيت يمسحونه بالزيت المسحه شيء قوي حتى انهم كانوا بيهتموا جدا بيها وثلاث مرات يقول الكتاب عن صمويل انه سكب المسحه من القرن المملوء زيت على شيء وثلاث مرات رفضت هذه المسحة أول مرة موجودة في صمويل أول صح ثمانية يقول الكتاب وأنا بتكلم معكم لمدة دقيقة واحدة عن ماذا تفعل لما تكون فارغ الموضوع ياخد مني دقيقة واحدة وانت عندك الدقيقة دي وانا أستغل الدقيقة دي لاني عاوز اقنعك إنك ما تمشيش من هنا بروح حزن ونوح وبكاء لأن أعتقد العالم كله بيحاول أنا لا أنكر حقيقة وجدية التحديات والمصاعب التي نواجهها في العالم الآن والذي يجعلك تشعر أنك فارغ ليس هو شيء واحد ولكن أمور كثيرة هي التي تمتص قوتك هذا هو الوقت الذي نعيشه سفر صموئيل الأول اصح 8 اجتمع الناس وقالوا لصموئيل وهذا بالفعل ما قالوه قالوا له انك انت تقدمت في الايام <applause> عارفين لو انتم عملتوا كده معايا هقول لكم انتم كمان انتم كمان كبرتوا هوذا انت قد شخت وابناك لم يسيرا في طريقك فالان اجعل لنا ملكا عارفين اللي كان بيحصل هنا لقد سكب صموئيل كل حياته للشعب لشعب اسرائيل ودلوقتي هم بيقولوا له لو قريت القصة كلها إحنا مش عايزين مش عايزين الأمور القديمة بتاعتك دي كل ده إحنا تعبنا منه الرسائل القديمة وتعبنا من الحاجات القديمة اللي أنت بتقدمها لنا والزيت والقرن والتسبيح والعبادة نحن نريد شيئا جديد نريد ملك إحنا شفنا المواكب بتاعت الشعوب اللي حوالينا وشفنا حفلات التنصيب عايزين ملك زي كل الشعوب دي. ونرفض القديم نريد أن نسلك طريق مختلف أنت من الطراز القديم أنت من الطراز القديم جدا يا صموئيل أنت رجل عتيق في الأيام وتتكلم بطريقة قديمة وتحب طرق الله القديمة بينما نحن نريد شيء جديد وما فيش غلط في الأشياء الجديدة وفي التغيير نشكر الله على التجديد ولكن لا يمكنك ان تترك المسحه. لا يمكنك ان تترك الروح القدس الذي يجعل الكنيسه مثمره. لا يهمني المبنى اللي انت فيه ولا يهمني العازفين اللي في الكنيسه، لكن ان كانت المسحه غير موجوده فسوف تصير مثل نحاسا يطن او صنجا يرن. وليس ذلك فقط بل قالوا له ابناك لا يسيروا في طريقك. قالوا انت سكبت قلبك ترون انه سكب قلبه على مجتمعه وعلى شعب اسرائيل ولكنهم رفضوه والان قرنه مره اخرى امتلا وسكبوا على بنيه اذ كان له ابنان ويقول الكتاب ان ابناه لم يسيرا في طريق ابيه وتساءل كم عدد الاباء والاجداد الذين يسمعون الان وقلوبكم الان حزينه بكية لان ابناءكم واحفادكم لا يسير في طريق الرب ربيتهم بطريقه صحيحه اتيت بهم الى الكنيسه وفعلت لهم كل شيء وسكبت 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 كل ما عندك وما فيك عليهم واليوم يبدو انهم اعطوا الرب القفل الوجه لا تستمر في النوح فان الزيت سوف يعمل انتظر والرب امين قل امين الكتاب بيقول ان ام موسى اخفته وكل ام هنا تفهم هذا وكل اب يفهم هذا توجد اشياء ينبغي لنا ان نخفي ابنائنا منها مع التكنولوجيا الموجوده اليوم لا نستطيع ان نترك الكمبيوتر مفتوح ونسمح لابنائنا ان يشاهدوا اي شيء موجود فيه كذلك ايضا التلفزيون والستلايت يجب ان تخفي ابنائك عندما يكونوا صغار نخفيهم من المخدرات ومن الكحوليات ومن الافلام القبيحه ومن كل التاثيرات السيئه المحيطه ويمكنك أن تفعل ذلك هم الصغار ولكن إذا وصلوا لسن المراهقة أيضا تخفيهم الآن أصبحوا معاندين عندما كانوا الصغار كانوا مطيعين ولكن الآن ظهر العصيان وكل الذين فيكم يفتخرون بأبنائهم الصغار المطيعين انتظر حتى يصلوا إلى سن المراهقة عندها لن أريد أن أسمعك ولا أسمع الكتاب اللي تكتبه آسف لا أريد لحد ما تربي خمسة منهم ساعتها تيجي تتكلم معايا وأنا هسمع لك. أعتقد ساعتها مش هتيجي رفع راسك لكن هتيجي مكسور لأن كل اللي عاوزه تقوله أن المسحة هي الوحيدة التي تبقى إلى النهاية عشان كده أقول أنه حتى جي وقت حتى أم موسى أخفته و وهو صغير لأن فرعون كان عايز يقتل كل الأبناء الذكور وهي أخفته وتوجد آية جميلة في سفر الخروج ساعة 2 ولما لم يمكنها أن تخبئه ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد الوالدين ده موضوع مهم لهذا السبب وجودنا في بيت الله معا مهم جدا حيث تستطيع أن تأتي بهم إلى هنا لأنه سيأتي وقت فيه لا تستطيع أن تتخذ لهم أي قرار عندها لن تستطيع أن تخبئهم ما تقول لهم لا لأن عندهم أصدقاء يمكن تستطيع أن تفعل هذا طالما هم صغيرين يعني طالما هم صغيرين تقول لهم اه عايز تاكل اه تعالى اكلك لكن زي ما قلت لك كان عندنا بنت صغيره متعبه شويه وكانت دايما تقفل الباب وراها في غرفتها وفي يوم من الايام رجعت البيت ولقيت ان زوجتي حتى ما سالتنيش خلعت الباب من المفصلات شالت الباب باب الاوضه قلت لها فين الباب قالت لي انا تعبت من الطرقه على هذا الباب وهو مغلق فشلت الباب. ده اللي حصل. لكنك تقدر تغطي وتخبي لمده معينه، لكن بعدها يكون عليهم ان هم يختاروا لانفسهم، ينطلقوا بعدها للجامعه او الى العمل وعندها يختاروا لانفسهم. هو سكب الزيت على ابنيه. كانوا يعلمون الطريق ولكنهم اختاروا ان لا يسيروا فيه انا ارى هنا خساره مجتمع لقد خسر مرتين سكب الزيت على الشعب ورفضوه سكب الزيت على ابنيه سكب قلبه وحياته وايمانه ومعرفته عليهم ولكنهم رفضوه والان يوجد هذا الشخص الذي اسمه شاول وقال له الرب املا قرنك بالزيت واسكبه عليه وكان هو اطول جميع الشعب قوي وعندما سكب عليه الزيت يقول الكتاب انه تحول الى رجل اخر وبدا يتنبا واصبح هو اول ملك على اسرائيل وكان قوي وممسوح والان كان صموئيل يفكر أنه أخيرا سكب الزيت على الملك أخيرا لقيت ملك الشعب رفض أبنائي حتى رفضوا ولكن بص بص شاول قبل المسحة ولكن تنتهي القصة بصورة مأساوية إذ أدار شاول ظهره إلى الرب ذهب إلى العرافة لتحضير روح صمويل بعد أن مات كان ينبغي ان يبتعد عن هذا لانه جلب لعنه الله على حياته حتى ان الله قال لقد ندمت انني جعلته هو ملكا لقد باركك الله فلا تجعل الله يندم انه باركك ببركه عظيمه جدا لانك لم تكن وكيلا امينا عليها اصبح هناك جو من الرفض في حياة صموئيل لقد رفضه شاول ولقد رفضه أبنائه الاثنين ووصل إلى هذه النقطة في حياته التي فيها بدأ ينوح وهنا بدأنا نقرأ النص وينوح وكان يبكي ولا يستطيع ان يتخطى هذا والكثيرين منكم في نفس هذا الموقف لان العدو يحب جدا ان يراك وانت تنوح لمده طويله شاول سقط شاول كسر قلبه واصبح ينوح واتى اليه الله وقال له الى متى تنوح على شاول وانا قد رفضته الى متى رفضت كملك الى متى هذا شخص مكسور وقرنه فارغ وسكبوا 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 وهو الآن فارغ وكان يقول في نفسه أني سوف أموت وأنا كبير السن وكل هذا لم يصلح ولكن لاحظ قال له الله املأ قرنك بالزيت مرة أخرى أنت عارفين أنا كنت بعمل إيه أنا كنت بأكل كلمة الله قررت انه اذا كان قرني قد فرغ فسوف املاه بالكلمه اريد ان املاه بالصلاه اريد ان املاه بالعباده وهذا ما يقوله الرب قال يا صموئيل لابد ان تملا قرنك مره اخرى لان داوود اتي عارفين في شيء في الحياه انها تفرغ الداخل القرن يفرغ تستمر انت في الحياه تسير وتعمل ولكن في داخلك روحك تكون فارغه عارفين في بعض الاحيان فان الاسره ممكن تفرغ قرنك الزواج قد يستنزفك او الوظيفه قد تستنزفك بعض الاحيان الضغوط يمكنها ان تستنزفك بعض الاحيان الاطفال قد تستنزفك وفي الاخير تصل الى النقطه التي فيها تشعر انك تحب الله ولكنك فارغ من الداخل لذلك هذا ما يجب ان تعمله هذه الايه دائما هي المفضله عندي لان انا بلعب الساكسفون وانا أدعوه قرن الساكس ومزمور 92 عدد عشرة بيقول وتنصب مثل البقر الوحشي قرني واسمعوا وانا وهنا كيف سيحدث تدهنت بزيت طري هل سمعتم ما قلت؟ انا اقول ان كل واحد منكم يقول ان يسوع المسيح هو رب عليه ان يملا قرنه بزيت طري يجب ان تكون هناك اختبارات في الكنيسه ومع الرب ولا تظل واقفا في مكانك وانت تنزف من داخلك فرح الرب بسبب كل الجروح التي فيك. ولكن تعالى وبجوع حقيقي للرب قل للرب يا رب انا فارغ من الداخل هل يمكن ان تملاني لان الزيت هو الروح القدس الذي هو يسوع هل تملاني مره اخرى من الداخل هل يمكن في هذا الصباح ان تسكب من زيتك علي وتملا قرني وهنا الشيء الهام الذي اريد ان اختم به كان عنده مسحه واحده بقيه وكانت هي الاعظم كان يبدو ان كل ما قبلها لم ينفع ولكن هنا المره الاخيره التي يملا فيها القرن وحين يمتلئ بها عندها يستطيع ان يسكبه في الخارج ويقول الكتاب انه مسح داوود ملكا على اسرائيل لماذا لان داود يا سمويل انا اريدك ان تمتلئ بالزيت لماذا لانه يوجد شخص اسمه داود سوف تسكب عليه الزيت وهو سوف ياخذ مدينه من الجبعونيين سوف تدعى اورشليم وايضا سوف يخرج من هذه المدينه شخص سوف يحمل الصليب ويموت عليه وسوف يدعى ابن داود وأيضا داود هذا الذي سوف تمسحه سوف يكون له حفيدة اسمها مريم ومريم سوف يكون لها ولد وهذا الولد اسمه يسوع ولهذا السبب فإن العدو كان يحربك كثيرا لأن المسحة التي سوف تمسحه بها أنا أؤمن أن الرب يقول لنا أن الصغار وأولادنا وأحفادنا يجب ان امسحهم بالزيت وانا لا اتحدث عن الزيت المادي ولكن عن الزيت الداخلي لانه لم يكن موجود في داخلك اذا كنت فارغ فان لا شيء سوف ينسكب عليهم لذلك يجب ان تكرر مزمور 92 تدهنت بزيت طري في هذا الصباح لا اريد تدينا ولكنني اريد حياه في داخلي لو راسك منحنيه وتسبيحك منخفض This program has been sponsored by friends and partners of Jensen Franklin Media Ministries. We hope you've enjoyed this teaching by Jensen Franklin and thank you for your continued support of this ministry. Your prayers and financial support make these programs possible. For more information about this message and other ministry resources, visit us online at jensenfranklin.tv.